هل كان يوجد بشر قبل آدم؟ معنا ضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر، وهو عم بشاركنا في هذا الموضوع. تفضل دكتور ناجي، أنا سألتك إذا في أدلة أخرى في النص الكتابي اللي تؤكد يعني آدم هو الإنسان أو الخليقة الأولى. طبعا الرسول بولس بيقول أنه كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، وبيتكلم عن آدم الأخير الرب يسوع المسيح اللي جاء في الجسد علشان يدفع ثمن الخطية اللي علينا. فالكتاب المقدس في كل أجزائه بيؤكد أنه الإنسان خليقة متميزة على صورة الله وشبهه، وبسقوط الإنسان كان لازم يتم الفداء عن طريق الرب يسوع. الرب يسوع المسيح لما سألوه عن موضوع الطلاق قال لهم: أما قرأتم منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ فمنذ البدء هو بدء الخليقة، والرب يسوع بفمه المبارك بيقول أنه خلقهما ذكرا وأنثى. وعلى فكرة في النشوء والارتقاء عندهم مشكلة كبيرة قوي، إزاي ظهرت الأنثى وإزاي ظهر الرجل؟ دي كلها مشاكل علمية ضخمة ولا توجد إجابات شافية عليها بالمرة. لكن الكتاب المقدس في كل أجزائه بيوضح أن إحنا سقطنا في آدم الأول، عشان كده محتاجين لآدم الأخير الرب يسوع المسيح اللي هيخلقنا الخليقة الجديدة بالإيمان به. فآدم شخصية مهمة جدا، لو ضيعنا آدم يسقط جزء أو يسقط الفكر المسيحي والإيمان المسيحي. عارف يا أسيس نزار، لما لوقا بيكتب في بشارته عن نسل الرب يسوع في أصحاح 3 بيوصل لحد آدم. فلو آدم شخصية اعتبارية أو شخصية رمزية، يبقى ابنه شيس شخصية رمزية، يبقى نوح شخصية رمزية، يبقى إبراهيم شخصية رمزية، يبقى داود شخصية رمزية، يبقى المسيح شخصية رمزية. لكن احنا عارفين المسيح حقيقة، لأنه بمجيئه قسم التاريخ لما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. فحقيقة ميلاد المسيح نفسها تؤكد حقيقة أن في رأس لهذه الخليقة البشرية اللي هو آدم وحواء.